بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في قناة أخبار عاجلة من جديد. وجدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019. اختتمت اليوم الخميس 3/10/2019 فعاليات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمباراتين، حيث التقى بيراميدز مع طنطا ومصر المقاصة مع الزمالك. مباراة بيراميدز وطنطا انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، أما مباراة الزمالك ومصر للمقاصة انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف. يأتي بعد ذلك جدول ترتيب الدوري كالتالي: احتل فريق بيراميدز المركز الأول برصيد 6 نقاط، ليأتي خلفه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي برصيد 6 نقاط، المركز الثالث فريق نادي الزمالك برصيد 6 نقاط، المركز الرابع فريق النادي المصري برصيد 4 نقاط، المركز الخامس المقاولون العرب برصيد 4 نقاط، المركز السادس مصر للمقصة برصيد 3 نقاط، المركز السابع فريق طنطا برصيد 3 نقاط، المركز الثامن الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط، المركز التاسع الإنتاج الحربي برصيد 3 نقاط. أما المركز العاشر جاء فريق الإسماعيلي برصيد 3 نقاط، المركز الحداشر حرس الحدود برصيد 2، المركز الاتناشر سموحة برصيد 1، المركز التلاتاشر وادي دجلة برصيد 1، المركز الـ14 أسوان برصيد 1، المركز الـ15 طلائع الجيش برصيد 1، المركز الـ16 نادي مصر برصيد 1، المركز الـ17 إنبي برصيد 1، المركز الـ18 الجونة برصيد نقاط 0. في النهاية بشكركم مشاهدينا ومتابعينا، ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.